سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. الله يصبحكم بالخير والنور والسرور. اليوم في تعاون ما بين سناب الشرقية وبلدية وسط الدمام في جولات تفتيشية على بعض المنشآت الغذائية والمطاعم. خلكم معي. صباحك بخير دكتور شريف. حياك الله اخي سعد اسلام الشرقيه. يا هلا والله فيك في بلديه وسط الدمام، ونتشرف فيك اليوم ناخذك في الشرف لي. الله يعطيك العافيه. في ان شاء الله في السوق المركزي في الدمام. اوكي، يعني احنا راح ناخذ جوله، نبي نعرف جهودكم اللي تقومون فيها ونفس الوقت توعيه للمواطن. لا يخفى عليك اخي سعد، بلديه وسط الدمام اداره صحه البيئه عندها مراقبين صحيين لهم جهد في الدور الرقابي بالنسبة لتطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، التأكد من سلامة الأغذية الواصلة للمستهلك، بالإضافة إلى تثقيف المنشآت الغذائية للعمال الموجودة فيها بالنسبة للطرق الصحيحة لتداول المواد الغذائية داخل المنشآت. الله يعطيكم العافية. حياك الله أخي سعد. يلا حنا نطلع مع بعض للسوق المركزي ونشوف كيف الجولات الرقابية للبلدية وسط الدمام، ونشوف إذا هم مخالفين وكيف التعامل معهم. الآن راح ندخل مع الشباب أسواق اللحوم والدواجن والأسماك اللي في سوق الدمام المركزي. شوف الدكتور أحمد الآن كيف يتعامل مع أحد المحلات. مع الدكتور أحمد الفهيد تخصص أسماك قسم إدارة صحة البيئة بلدية وسط الدمام. يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. أعطينا نبدأ بس عن كيف تعاملكم الآن. طبعاً إحنا من مهامنا إن إحنا نهتم بسلامة الأسماك، نتوصل المستهلك على أكمل وجه، نتأكد من طريقة حفظها، طريقة سلامتها للغذاء، هل هي مناسبة للمستهلك أو لا. على سبيل المثال نشوف هنا عندنا الهامور من الأسماك اللي تبين عندنا لزوجتها، تبين أنها صحية أو لا. عينها إذا كانت العين بهلب البراقة هذه تكون تبين انها العين اذا تلمع صحيحة. اذا تلمع يعني طازجة. يا سلام. الخياشيم ما فيها اي تكون وردي بهالشكل باللون هذا ما يكون فيها مخاط كثير، هذه تكون انها سليمه. اللزوجه شوف كيف واضح كيف اللزوجه. اوكي. طبعا هنا نشوف قوام السمكه، شوف كيف قوام السمكه هذه تدل انها متماسكه وسليمه بشكل كبير. اللي همنا ايضا في عمليه الاسماك طريقه حفظها، نحاول دائما ان تكون الاسماك مغطيه بالثلج، بالذات في الاجواء الحاره هذه نحرص عليهم ان يكون مغطيه بالثلج، تحفظ على برودتها وتحفظ على سلامتها. من الاشياء اللي اضافتها بلدية وسط الدمام وضع التسعيرات بالنسبه للمحلات عشان لا يكون فيها قش من قبل التجار، يكون السعر واضح قدام المستهلك ان هذا سعر السمك الموجود. ايضا نتاكد من شهادات الصحيه للعمال، رخص المحل هل هي ساريه ولا لا، هذه الاشياء اللي تهمنا في المحل. شوف الان في احد المحلات تم ضبط سمك فاسد، كيف عرفت يا دكتور انه فاسد؟ طبعا شوف هنا واضح اول شيء من بدايه العين، شوف الترهلات في عمليه اللزوجه اختفت، بدا المخاط يبين في الخياشيم والعين طالعة. شو العين كيف؟ هذيك تلمع طازج. كيف هذه العين رايحة فيها؟ خلاص يعني صحيح. اختلاف يعني ونشوف هنا وضع كبسيط العين. صح الفرق واضح. فرق واضح. هذه طازج وهذه فاسدة واضحة. ايه. هنا. بعدين جريء يعني حاطها كذا قدام ايه الناس. اي 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 ايه. يعني يبين لك عدم تماسك السمكة بالعكس. استغفر الله. هذا أحد الأسماك الفاسدة يعني. كيف التعامل معهم الآن؟ الآن يتم إتلاف السمك. أيوة. وتحرير مخالفة لنفس المحل. نفس المحل. ضبط أسماك فاسدة، وطبعاً يتم وزن السمك. يتم وزن الأسماك الفاسدة. أي هذه بعد فاسدة. يتم وزن الأسماك. شوف الآن تم حصر كمية السمك الفاسد. واضح إنه سمك فاسد وعين عينك يعرضونه هنا للناس. الآن حصل كمية تقريبا 5 كيلو 890 جرام. احنا دكتور المخالفة الكترونيا صح؟ اي نعم. تسجلون الكترونيا؟ طبعا هذا الجهاز الرقابة. ايوه. خاص الكترونيا. احنا نروح على طبعا شوف لو تلاحظ هنا كل صفحة خاصة عاملين تجهيز الادوات. شرح كافي. شرح كافي ايه.
هذه هنا نوع المخالفة. نوع المخالفة سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي بسوق اللحوم المركزي في الدمام. فالله يعطي مراقبي البلدية خير صراحة ويوفقهم على الجهود اللي يبذلونها. طبعا نختار عندنا يكون تعرض اللحوم غير صالح للاستهلاك الآدمي، وعلى حسب الكمية يتم مخالفة المحل. طبعا كذا خلصنا من الأسماك، راح نشوف أحد البوفيهات اللي هنا. أول شيء يتأكدون من رخصة المحل، سرية المفعول وشهادات الصحية. الآن اللي بيتأكدون منه بعد هنا ويفحصونه اللي هو شو يا عزيزي؟ عندنا هنا مواد غذائية مطبوخة. طبعاً المواد الغذائية دي لها درجة حرارة معينة، لازم تكون درجة حرارة 63. كيف تتأكدون منها؟ عندنا أجهزة هنا. أيوة. نقدر نشيك عليها. جهاز هذا. هذه الفريجة. تأكدون من الحرارة هي المناسبة. طبعاً هنا طالع عندنا 31. هاي درجة الحرارة يعتبر الأكل سالفة. يعني كده أوكي وضعه؟ لا مو أوكي. لا؟ أي مفروض يكون درجة الحرارة 63 والحين 31، فهذا الطعم إحنا نعتبر فاسد. هذا يعتبر فاسد؟ أي نعم. لا إله إلا الله. يعطيك العافية دكتور مهدي. طيب كيف طريقة تلافي الأكل الفاسد؟ راح نشيل هذه كل المواد الغذائية الحين ونحطها معنا عشان نصدرها ونلفها برا. أوكي. حطنا الكيس هنا وتم تلافها. أي نعم. تمام. انا هنا نساعدك. كله نفس درجه الحراره، كلهم فاسدين، كلها اكل فاسد. درجه الحراره اذا كانت درجه الحراره غير مناسبه هذا سبب يجمع البكتيريا في الاكل. فبالطريقه هذه الشباب هنا يعطيهم عافيه يتلفونه. في من المخالفات اللي هنا اللي هو وجود الصناديق هذه برا المحلات، الآن راح يتم تنظيفها بشكل كامل. خلونا نشوف سوق اللحوم الآن. شوف المحل هذا يعني للأسف عليه ملاحظات كثيرة جدا. أول شيء مستوى النظافة المتدني مثل ما تشوفون، وعدم تغطية اللحوم، ويعني حاطين عدد كبير من اللحوم. يعني شوف الثلاجة هنا مثل ما شرحها لي الدكتور تكدس اللحوم هنا يسبب إلى تكدس اللحوم بالطريقه هذه، يؤدي لان التبريد ما يكون كويس بالنسبه للحم، ما يقلل او يزايد من عمليه اصراع فساد اللحم داخل الثلاجه. هذه المخالفه الاولى. المخالفه الثانيه عدم تغطيه اللحوم داخل الثلاجه بشاش نظيف اساس انه يحمي اللحم من التبريد الزايد اساس ما يفسد اللحم. طيب هذا شوف اللحم هنا صار اسود، هذا يعتبر فاسد؟ هذا يعتبر فاسد اللحم لان التبريد مؤثر عليه بشكل كبير، ما ادى الى ان اللحم تغير لونه من اللون الطبيعي اللي هو الاحمر الى اللون الاسود. خلاص هذا يوم شوف اسود يا جماعه، واضح يعني لون. المخالفات بعد انتهاء رخصه صحيه لاحد العاملين، وتدني مستوى النظافه في اللبس هذا يعتبر مخالفه. والفرامه ايش فيها يا دكتور هنا؟ فرامه العامل ما يعمل على تنظيف الفرامه بعد كل عمليه فرم للزبون. يعني المفروض بعد ما ينتهي الزبون من عمليه الفرم للحم المفروض مباشره يعمل تنظيف للفرامه كامل، ولا يحط هذه الشغلات فوق الفرامه لان هذه تعتبر تلوث. يعني هالمحل غير نظيف. انا من شفت اللحم اسود وانا غسل يدي صراحه. هذا عباره عن تجمع في قطعه اللحم وعدم تنظيفها باستمرار. الان شوف الان متجمع، الان التقطيع حتى تحت، الان كل هذا اللحم يقطع. المفروض انه بعد كل عمليه تقطيع ينظف هذه وينظف. يعطيك العافيه دكتور سلطان. الان بشوف طريقه سحب العينات. طبعا طريقه السحب طريقه عشوائيه. طيب العبوه هذه تاخذون عينه من احد الاطعمه، فحصها مختبريا تأكد من جودة الأكل. طبعا العبوة يحطونها في حافظة الثلج وتروح للمختبر عندهم في البلدية. شوف الآن كيف نظف المكان بعد ما جاءوا مراقبي البلدية وسط الدمام، كيف صار نظيف. قبل شوي كان حوسة صناديق وخضار برا وحالتهم حاله. الله يعطيهم العافيه صراحه، المراقبين هنا يتعبون سواء صبح او ليل. من المخالفات انهم ما يسدون
الفتحات هذه كذا يزيد وزن الدبيان. اوكي المفروض يخلونها مفتوحه، فخذوا بالكم اذا جيت السوق. شوفوا الان هو ليسد الفتحات عشان يكون الربيان متشبع مويه فيزيد وزنه، فهذا من انواع الغش. اما الان شوف يتم تصريف الماي بعد ما صادم المراقب البلديه، خلى يوزن الربيانه راح يقل وزنها لانها طلع منها الماي. دكتور كيف اعرف ان الربيانه هذه فريش طازج؟ طبعا هذه الربيانه يبين من راسها، اغلب شيء يبين من راسها، اذا راسها متماسك وما في سواد تعتبر ان الربيانه فريش. قوام الربيانه مهم جدا لمعرفه اذا كانت هذه كيف الان؟ لا هذه ممتازه، هذه فريش، هذه فريش ممتازه. اوكي كان بعد ما فحصنا الربيان اللي عنده صدنا واحدة هذه فاسدة خلاص. لو نلاحظ يعني مش فاسدة بنسبة 100%، بدأت مرحلة الفساد بسبب سوء الحفظ. وكيف خلاص الراس سوداد في الراس، هذه ترى كانت تحت مش فوق، فوق يحطوا لكم الزين طازج صحيح، تحت يلغمون لكم انتبهوا يخلطون وبس. ايوه صدام صراحة من اللي شفته في سوق اللحوم المركزي، سواء لحوم فاسدة، أسماك فاسدة، ربيان فاسد، أغذية فاسدة، استغربت منه يعني جرأة بعض العاملين يعني يكون مرين جنبهم أنا مع المراقبين والسمك فاسد، اللحم تحسونه فاسد أسود لونه، واقف يعني عادي عند الوقت. فالله يعطيهم العافية صراحة، جهود يشكرون عليها. ولا أنسى أشكر مهندس عبد الله الشمري مدير بلدية وسط الدمام، مدراء الأقسام هناك، وجميع الأطباء والمراقبين اللي كنا معهم في الجولة. والله يعطيكم العافية، وانتظروا جديد إن شاء الله سواء جولات أو مزاحمات.